تفتكروا الشعب هيبقى سعيد لما يروح حفله وهو عارف ان الموازنه الجديده للسنه الجديده اكتر من نصها رايح للديون والفوائد تعالوا نشوف مع بعض ده كلام مين كلام الخبير الاقتصادي ممدوح الوالي قال موازنه العام المالي المقبل تشير الى بلوغ مخصصات اقساط وفوائد الدين الحكومي نحو 2 تريليون و 436 مليار جنيه من اجمالي انفاق 4 تريليون و 349 مليار جنيه يعني تمثل نسبتها حوالي 56% من اجمالي الانفاق تلك نسبه لا يستفيد احد من المواطنين منها لتتبقى نسبه 44% من الانفاق تم توزيعها على باقي ابواب الموازنه عارف يعني ايه الكلام ده يعني مصيبه طيب تفتكروا الشعب هيبقى سعيد لما يروح يصايف ببلاش وهو عارف ان بلده صناعتها بتتراجع كل ساعة مش كل يوم كل ساعة عن اليوم اللي قبله تعالى وريني الخبر عندي خبر اهو جودة عبد الخالق ده كان وزير سابق كان بيقول لك ايه يا سيدي كان بيقول لك الصناعة ولسه بيقول يعني الصناعة المصرية مرشحة للمزيد من التراجع إذا لم يتم التدخل الأميل حيتدخل مين اللي هيتدخل ما هم سايبينها كده وعارفين انها كده تفتكروا الشعب هيبقى سعيد والمزاج العام هيتظبط لما تقولوا له عملنا لك اتوبيسات زي بتاعه لندن وهو ما معهوش تمن التذكره وهو اصلا شايف ان الواقع بيقول دي ولا لندن ولا لندن البلد ولا لندن المحطه شوف الصوره الصوره المعبره عن الخبر وريني الخبر بتاعت الاتوبيسات اللي بيقول لك بقت زي بتاعه لندن بص يا سيدي المنظر العام ووقعنا بروتوكول لتحويل 1962 اتوبيس للعمل بالغاز شوارع القاهره تسير بها اتوبيسات مثل التي تسير في لندن ده مين اللي قال كده ده رئيس هيئه النقل العام رزق علي مصطفى شايف الـ شايف الاتوبيس ده اتوبيس في طنطا بيقول لك المحافظه صدناوي ميدان الساعه مش عارف ايه كوبري احافه بجنيه اهو ده المنظر ودي يا جماعه الاتوبيسات بتاعه لندن اللي موجوده في مصر طيب تفتكروا لو عملنا حفلات ومصايف وجناين ده هينقلنا من المرتبه آآ آآ اللي هي مرتبتنا في السعاده احنا, احنا الكام يا جماعه احنا في الميه سبعة من مية واحد وعشرين بص حضرتك ترتيب الدول العربيه مصر فين مصر فين مصر ميه واحد وعشرين من ميه سبعه على مستوى العالم احنا قبلنا تونس موريتانيا المغرب فلسطين العراق الجزائر البحرين السعودية الإمارات الدول دي كلها قبلنا في مؤشر السعادة وفي المرتبة العشرة عربيا زي ما انتم شايفين مصر مصر في المرتبة العشرة العشرة عربيا وقبلها تسع دول زي ما انتم شفتوا كده وقلناهم مصر بلد النكتة بلد اسماعيل ياسين والكسر وفؤاد المهندس والناس دي كلها بلد الكوميديا والفن، بلد الفن والتاريخ والنيل والحضاره. مصر اللي قهرت الهكسوس والتتار وانتصرت في 73، للاسف شعبها حزين لانه بيشوف الجرافات بتهد بيوت الناس في سينا. مصلحه مصلحه لمين؟ لمصلحه مين؟ احنا مش عارفين ليه بيتم هدم بيوت الناس في سينا لحد النهارده.